سي او بي دي كورونا بسرابتو بالمونري ديزيز. هناخدها كنظري، يبقى ذاكرها من هنا ذاكرها، ذاكرها من النظري ذاكرها، بس هو نفس الكلام. ليها ثلاثه ديفينيشنز. الديفينيشن المشهور هو كو اكزيستنج اوف تو ديزيزز كورونيك اوبستراكت برونكايتس اند امفيزيما، يعني وجود كورونيك برونكايتس، كورونيك اوبستراكت برونكايتس. هنشرح يعني ايه مع امفيزيما، هنقول يعني ايه وجودهم مع بعض، يعني ان الحاله فيها سي او بي دي. الديفينيشن الثاني انكريز اير واي ريزيستنس، يعني بقى في بيري برونكيال فايبروزس وبقى الاير واي بتاعنا ناشف، فده ديفينيشن. يعني في ديفينيشن ثالث قلناه من شويه اللي هو persistent decreasing enforced expiratory volume 1. persistent decreasing enforced expiratory volume 1، وهذا الديفينيشن بيعتمد على الاسبيرومتري في الاساس. هنمشي للديفينيشن الاصلي اللي هو presence of chronic obstructive bronchitis مع انفيزيما، وهنقول احنا عندنا شرطين. في كلمه اسمها chronic bronchitis وفي كلمه اسمها انفيزيما، حينما يجتمع الاثنين مع بعض في حالتك حاله سي او بي دي. كورونيك برونكايتس بتمر بثلاث مراحل. سمبل كورونيك برونكايتس، ميوكوبيرلنت برونكايتس، كورونيك اوبستراكتيف برونكايتس. نجيب الموضوع من الاول. سمبل كورونيك برونكايتس قلناها برودكتيف كف افري داي for in most of days for 3 successive months in 2 successive years. وقلنا تحصل دايما في راجل سنه كبير بيشرب سجاير، ممكن يكون ساكن في مكان كله بوليوشن فيه irritation. السبب الاساسي للكورونيك برونكايتس هو irritation، والirritation اساسا مع التدخين او الاوكيوبيشن بتاعته او السكن بتاعه. ممكن يكون سبب الكورونيك برونكايتس allergy، يعني الناس اللي عندهم برونكيال ازمه وتقعد فتره طويله فتره طويله فتره طويله وما تعالجش ممكن تقلب بعد كده سي او بي دي، او يكون عنده كرونيك انفكشن مستمر. يعني اسباب السام كرونيك برونكايتس ثلاثه: كرونيك اريتيشن ده يمكن 90%، ممكن يكون الرجي وممكن يكون انفكشن، بس صدقني كرونيك اريتيشن هي الاكثر. بقى مرض ايه؟ ان المرض ده اكثر في الرجاله اللي بيشربوا سجاير. الراجل اللي شغال في مصنع بيشرب سجاير وشغال في مصنع كمان، يعني بيتعرض لدست لتراب، يعني اذا الفكره اريتيشن هي الاساس بتاعنا. يبدا يحصل له سمبل كورونيك برونكايتس. بمعنى ايه يا اولاد؟ لو مثلا ده الاير واي الطبيعي اهو وده النيومن بتاعنا، هنا في الصاب ميوكوزا في بعض الخلايا ميوكاس سكريتنج سيلز، من كتر ما بيحصل له اريتيشن وبيحصل له هو بيشرب سجاير كتير، فبتيجي الخلايا اللي هنا تبدا تزيد، عنده اريتيشن، الميوكاس سكريتنج اساس تبدا تزيد. لما تبدا تزيد هنا ينزل ميوكاس، ركزوا ان هي سلسله. لما يبدا يزيد الميوكاس عندي اريتيشن، فالميوكاس سكريتنج اساس تزيد. لو العين ده مش بيشرب ميه كويس ممكن الميوكاس سكريشن ده يبقى ناشف جوه اليومن هنا. لما يكون عندي ميوكاس سكريشن ناشف جوه البرونكاي ممكن يسدها، ولما تسد يحصل استجنيشن، وفوق الاستجنيشن يحصل انفكشن. فهمتوني ولا لا؟ وبعدين السد دي تبدا تنزل لما يشرب ميه ولا حاجه ولا ياخد ميوكوليتك، فتبدا الامور تتحسن. اللي عايز اقوله هو كل يوم بيكح وكل يوم بيجيب بلغم لونه ابيض وكميته صغيره وملوش وضع وملوش ريحه، بس كل سنه يا اولاد خمس ست او سبع مرات يحصل عنده انفكشن. طب يحصل له انفكشن ليه؟ مش هو عنده ميوكاس انفكشن كتير؟ لو حصل استجنيشن لهذا الميوكاس انفكشن يحصل فيه ايه؟ عشان عارفين قاعده يا ولاد، اي سكريشن او استجنيشن في البلغم يحصل عليه انفكشن، فيحصل عليه انفكشن. يتحول البلغم ان كميته تزيد ويبقى لونه اصفر، دي معناها ان هذا السمبل كرونيك برونكايتس تحول الى ايه يا ولاد؟ الى ميوكوبيرلنت. اصبح لونه ايه؟ اصفر. بدا يجيب بلغم، البلغم لونه ايه؟ اصفر. ممكن كميته تزيد ما هو في انفكشن، يروح رايح للدكتور، فالدكتور يقول له البلغم لونه اصفر يبقى لازم تاخد مضاد حيوي، ياخد مضاد حيوي، فيحصل يتحول تاني الى سمبل ويفضل سمبل، وبعدين بعد شهر ولا اتنين يجي له انفكشن تاني. مع الانفكشن الواد اللي بيحصل له بتيجي هنا انفلاماتوري سيلز، تقعد تخترق هذا المكان وتقعد في المكان ده، وبعدين ياخد انتي بايوتيك تبدا تخف شويه، بس في شويه قاعدين،
بعد شهرين ثلاثة يجيله انفكشن ثالث. عايزك تكرر هذا الكلام لمدة 10 سنين. في السنة الواحدة بيحصل له 6 أو 7 مرات ريبيتد انفكشن. بتيجي انفلامات ريسيبس تقعد هنا. ليه بقى فيها كل حاجة نيوتروفيل وتطلع الاستيز والانفوسايتس وبيزوفيل كل الخلايا بتطلع بقى بتيجي هنا. من ضمن الانفلامات ريسيبس اللي بتظهر يا ولاد وبتيجي خلايا اسمها فايبروبلاست. هذه الفايبروبلاستات كان قصدها شريف. هي تقول لك ايه؟ البرونكاي دي منطقة ملتهبة. البرونكاي دي ممكن تسحب الانترستيشيوم والالفيولاي. انا هاجي همسك خيوطي هنا واجي حوالين البرونكاي والبرونكيولز الف فايبرس تيشو. فتحول المريض الى كرونيك اوبستراكتيف برونكايتس. ولو حصل كده اصبح الموضوع بتاعنا الريفرسابل وهندخل في سيوبي. يبقى الفكره كلها هو راجل سنه كبير بيشرب سجاير ساكن في مكان كله بوليوشن وشغال شغلانه فيها اريتيشن بدا يجيله كحه وبلغم كل يوم معظم الايام كميه صغيره لونها ابيض ملهاش وجع ملهاش ريحه. على مدار السنه بيجيله 6-7-8 مرات انفكشن والانفكشن ياخد له انتي بايوتيك انفكشن ياخد له انتي بايوتيك انفكشن ياخد له انتي بايوتيك. مع الريبيتد انفكشن لسنوات طويله جت انفلاماتوري سيلز عادت في البروكيال كريم. من ضمن هذه الانفلاماتوري سيلز فايبروبلاستات راحت محوطه البرونكاي بالمنظر. انا بتكلم على برونكاس واحده بلاك كله بقى اصبحت كل البرونكاي مالها ضيقه. دخل هذا المريض في حاجه اسمها كرونيك اوبستراكتيف برونكايتس ويتش از ان ريفرسبل سيتويشن. جالك واحد قريبك بيقول لك انا بشرب سجاير بقالي 10 سنين بقالي 15 سنه وانا عرفت اضرارها وهتعمل وهتعمل وهتعمل. انا دلوقتي لو بطلت سجاير هرجع طبيعي ولا لا؟ تقول له على حسب. لو كنت في مرحله سيمبل او ميكو بيرلانت وبطلت هترجع طبيعي. هيحصل ريجريشن للانفلاماتوري سيلز مفيش فايبروزس. انا الخوف كله ان يحصل فايبروز طالما لسه ما حصلش. تقول لا هترجع طبيعي بس انت كلينيكال هتعرف ازاي؟ هتعرف ازاي؟ لو بقى صدره بيزير بقى في بيرمننت ويزس يبقى لو حصل كورونيك اوبستراكتيف برونكايتس في هذه الحاله تقول له بطل زي ما بطلش. تقول له بطل عشان ما يحصلش بقى برونكوجينيك كارستوما. لكن انت داخل في اتجاه ايه؟ انت رايح سيو بي دي يعني انت مش هترجع زي الاول بس الموضوع مش هيسوء. لكن لو فضلت تكمل سجاير هيسوق ممكن يحصل لك جام برونكوجينيك كارسينوما. يا ولاد فاهمين ولا لا؟ اي فايبرس تيشو في اللنج هو بري كانسرس. اي فايبرس تيشو في اللنج هو بري كانسرس. تقول له انت بطل عشان نخف الدنيا شويه. طب لو هو جالي في المرحله دي او دي قول له بطل وشاطر وتبقى كويس بس انت استمر والعب رياضه وامورك حلوه وترجع تمام تمام ولا كان في اي حاجه. فهمت القصه ولا لا؟ يبقى ما مراحل الكورونيك برونكايتس؟ ثلاثه. سيمبل كورونيك برونكايتس ميوكو بيرلنت كورونيك برونكايتس كورونيك اوبستراكتيف برونكايتس. ممكن تركز شويه هتخطفه في ثواني. كورونيك اوبستراكشن في الاير واي اصبح الاير واي بتاعي ضيق. هذا الاير واي ضيق لا عارف يدخل اكسجين ولا عارف يخرج سي او 2. اصبح هذا المريض عنده كلمه كلكم عارفينها ان شاء الله اسمها اوبستراكتيف هاي هايبو فنتيليشن. فاهمين مصطلح الشيست ولا يعني ايه فنتليشن يا ولاد؟ دخول الهواء. والله قلناها القصه اللي فاتت ولا اللي قبلها قلنا فنتليشن دخول الهواء. لما يكون عندي نارنج في الاير واي يبقى عندي ايه؟ هايبو فنتليشن. هذا الهايبو فنتليشن مش عارف يدخل الاكسجين فالحاله يبقى فيها هايبوكس ومش عارف يعمل روش للسي او 2 فالحاله فيها هايبر كاب. ونقف هنا وقف. احنا كناس طبيعيين الحمد لله المين ستيمولس عندنا للريسبيراتوري سنتر هو الهايبر كارديا هو سي او 2. يعني انت بتاخد نفس وتوقف الفتره اللي انت موقف فيها بتحول سي او 2 فيروح يشغل مين؟ البلد سنتر. لما يكون حد عنده مرض في التشيست او مرض في الهارت المين ستيمولس هو الهايبوكس. مش ده مريض ولا ايه؟ يبقى مين المين ستيمولس؟ يبقى احنا عايزين نقول حاجه العيان ده عنده اوبستراكتيف هايبوكس فعنده هايبوكس او عنده هايبر كامنيا ودوت ولا ده ريسبيراتوري سنتر. ركز بقى عشان ما تتخطف اهو ده ريسبيراتوري سنتر. الهايبوكسيا وونت تو ستيمولييت ريسبيراتوري سنتر بات هايبر كابنيا ديكريس سنسيتيفيتي اوف ريسبيراتوري سنتر تو افكت اوف هايبوكس. هايبوكسيا ستيمولييت ريسبيراتوري سنتر بات هايبر كابنيا ديكريس سنسيتيفيتي اوف ريسبيراتوري سنتر تو افكت اوف هايبوكس. يعني ايه؟ السي او 2 عايز يشغل والهايبوكس عايز يشغل. المفروض اللي تشغل هي الهايبوكسيا ده حد مريض يبقى سنسيتيف اكتر للافكت اوف هايبوكسيا. بس وجود الهايبر كامنيا بتقلل هذه السنسيتيفيتي. انت عارف بالظبط زي ما يكون مركب ليها رئيسين فهتغرق. اتنين بيتخانقوا مين اللي يشتغل؟ مين اللي يسوق؟
ما حدش هيسوق هتغرق، فبالتالي الريسبيرتوري سنتر مالي ولا ما اشتغلش كما ينبغي. عشان كده هذا المريض اسمع 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 ما حصلوش ديسنيا. تقول لي وانت كنت عايز الديسنيا؟ كنت محتاج الديسنيا. الديسنيا عم بدخل اوكسجين وبعمل ووش للسي او 2، انا عارف ادخل اوكسجين وعارف اعمل ووش. في هذه الحاله بما ان ما عنديش ديسنيا استيل عندي هايبوكسيا. هذه الهايبوكسيا هتعمل لي مشكلتين، هذه الهايبوكسيا هتعمل لي مشكلتين. المشكله الاولى هتبدا تظهر في صوره سنترال ساينوزس. ما هو سنترال ساينوز يعني هايبوكسيك هايبوكسيا، يعني تشبع الاكسجين قليل، يعني كميه الاكسجين في الجسم قليله. لما اللنج يحصل فيها هايبوكسيا تعمل بالمونري بازو كونستريكشن، يؤدي الى بالمونري هايبرتنشن، ندخل في رايت فنتريكولر هايبرتروفي ثم فيلير، كلمه اسمها كور. اصبح المريض ده عنده سنترال ساينوز وعنده كور بالمونري، ده الايفكت اوف ايه؟ اوف هايبوكسيا. بما ان عنده سنترال ساينوز بقى لونه بلو، وفي نفس الوقت عنده كور بالمونري بقى مورم سيستميك كونجيشن، قالوا عليها بلو بلوتر تايب، وعشان بي بي قالوا عليها تايب بي سي او بي. انا خلصت اول لقطه. واحد عنده كرونيك اوبستراكتيف اير واي، كرونيك اوبستراكتيف برونكايتس، اير واي بقى ايه؟ ده الترم ده بلغه الاتش اس اسمه ايه؟ اوبستراكتيف هايبومنتريشن، اللي عارف يدخل اوكسجين ولا عارف يوش سي او 2 وعنده هايبوكسيا وهايبر. هايبوكسيا ستيميوليتر ريسبيراتوري سنتر، بس هايبر كامنيا decreases safety of respiratory center to effect of hypoxia. فالنت ريزلت بتاعتي ان انا ما اشتغلش كويس، واصبح ما عنديش ديسنيا. المريض جاي لك ما عندوش ديسنيا بس عنده هايبوكسيا. بيرزيستر هايبوكسيا بيظهر في صوره سايروس لونه ازرق. بيرزيستر هايبوكسيا قلناها تعمل فور بالمونير، اصبح ازرق مورم بلو بلوتر، ازرق مورم بلو بلوتر. لما لقوها بي بي فما ينفعش عليها طيب بي، يعني قالوا عليها طيب بي بقى عشان هي بلو بلوتر، قالوا عليها طيب بي سي بي. سألوا ولا كمان؟ خبطوا ولا لسه؟ ركز في اللي جاي. نتيجة إن الإير واي ديت بيحصل حاجة اسمها إير تراب. يعني إيه؟ إحنا كلنا وإحنا بناخد نفس بنعمل إيه في الإير واي؟ وإحنا بنخرج نفس. طب أنا جيت آخد نفس دخلت هواء، جيت أخرج نفس ضيقت الإير واي. سبت كام ذرة هواء جوه؟ بس كل يوم بسيب ذرتين هواء. يبقى على مدار السنة. طب على مدار 10 15 20 سنه ايه اللي حصل في الالبيولاي؟ بدا يحصل فيها دايلاتيشن وترابشر. دايلاتيشن وترابشر دي كلمه انفيزيما. اضف الى ذلك حاجه يا دكتور، مش ده بيشرب سجاير؟ وفي انفلاماتوري سيلز كتيره من ضمنها نيوتروفيل، واحنا قلنا في اول المحاضره النيوتروفيل بتطلع الاستيز. اسمع المصيبه الثانيه، الايفكت اوف تدخين السجاير كمان لوحدها كدايركت ايفكت بتدمر الالبيولاي من غير الاستيز ولا نيو. يعني كل حاجه عماله تكسر في مين يا ولاد؟ في الالبيولاي. فدخلنا في كلمه اسمها انفيزيما. بصوا لو دي البلس طبيعيه ودي البلس طبيعيه ودي طبيعيه، انفيزيما يعني بقوا كده. يعني الثلاثه ايه اللي حصل لهم؟ كبروا فتحوا على بعض على حساب بعض. طيب انا عندي سؤال واحد وده سؤال بجد فيصلي، وده اللي هيبين كل حاجه يا ولاد، ده اللي هيفهمك الحته اللي جايه. اللي عنده انفيزيما المساحه بتاعت الديفيوجن زادت ولا قلت؟ انتوا بتذاكروا النهارده؟ انتوا بتذاكروا النهارده ولا ذكاوة يعني؟ لو بتذاكروا قولوا لي هنبسط عادي، مش طبعا هي اقل صح، انا مستغرب ان انتوا عارفين يعني. اصل انا كنت بستخدم المساحه دي كلها فور ديفيوجن، والمساحه دي كلها، والمساحه دي كلها، فين ده وفين ده وفين ده وفين ده؟ فهموني ولا لا؟ اصبح عندي ايه؟ لا المساحه هي لوحدها كبيره، لكن انا خسرت السته اللي كانت في النص اللي كان عن طريقها بعمل جاز اكستشن. يعني اقدر اقول حاجه، اللي عنده انفيزيما الخلل في التنفس في عمليه اسمها ديفيوجن، لكن اللي عنده كرونيك اوبستراكتيف برونكايتس يعني خلل في عمليه اسمها وشتان الفرق ما بين الاثنين. تقول ازاي؟ عنده خلل في الديفيوجن ماشي، فبالتالي يبقى عنده هايبوكسيا. صح يا دكتور عنده هايبوكسيا والله، برافو عليك. بس اسمع بقى، عنده نورمو كامل. في قاعده في الفسيولوجي بتقول دي حقيقه علميه، يعني ديفيوزابيلتي اوف سي او 2 احسن بكتير من الاو 2. يعني الاكسجين لخمه عايز مساحه كبيره عشان يعدي منها. هي بتفهم بتقول ايه؟ بتنم ايه فيك على ايه؟ قولي في الدنيا والله كنت مقربين لو قلت يعني. بتقول لك ايه؟
لا بقيت لك حاجة وديت حاجة. مش عليا؟ لا أمانة. حاجة غريبة جدا يعني احنا مدمجين وانتم تنموا مش عارف غصبا عن النص في العلم. طيب diffusibility of CO2 أحسن بكتير من مين؟ عشان كده الأكسجين محتاج مساحة كبيرة عشان يعدي منها، لكن الـ CO2 دلوقتي بيعدي من فورمة أي مساحة صغيرة يعدي منها أصبحت المحصلة بتاعتي هالبوكس أو النور مكمية. زعلانين ولا فرحانين ولا إيه؟ تقول لي عادي إيه اللي يحصل هنكمل؟ أنا خلصت اللي عندي والله أنا خلصت. اتكلموا اتكلموا يلا. ها الهايبوكس ها هيحصل له ستيميليشن ولا لا؟ فبالتالي هيحصل والديسنا دي حاجة حلوة ولا لا؟ حاجة حلوة عشان دخل مين؟ أوكسجين. يبقى هذا المريض صلحنا الهايبوكسيا عن طريق ايه؟ عن طريق الديسنيا. يبقى عن طريق الديسنيا صلحنا مين؟ الهايبوكسيا. بالتالي ما حصلوش سيانوزس بقى لونه بينج بس عمال يعمل كده ديسنيا بفر. الحاجة اسمها بفرنج. اصبح المريض ده اسمه ايه؟ بينج بفر. هذا البينج بفر قالوا عليه طيب ايه سي او بي دي؟ يبقى سي او بي دي على شقين كورونيك اوبستراكت برونكايتس و اللي هو ده وانفيزين. الكورونيك اوبستراكت برونكايتس النت ريزلت بتاعته بقى بلو بلوتر والانفيزيما النت ريزلت بتاعته بقت بينج بفر. هذا الكلام هذا الكلام قديم السنين بقى. تقول لي تشرحه لنا ليه عشان افهمك. تقول لي مال يا دكتور في الوقت الحالي لا يوجد مريض سي او بي دي كده ولا مريض سي او بي دي كده ولكن الاثنين. السؤال بيسال ازاي؟ يا ابني حد سي او بي دي اللي قدامك دي بص يا دكتور ما تفكرش في الاجابه انت الاجابه بتاعتك الاثنين. يقول لك يا طيب ايه ولا طيب بي الاجابه ايه؟ قولا واحدا فرمان. يعني ايه فرمان؟ يعني ما حدش ماشي. يعني ايه فرمان؟ يعني نو فازكيشن. يعني ايه فرمان؟ هي اجابه واحده تقول السمع والطاعه ايها الامير. مفهوم ولا لا؟ لما يجي يقول لك يا حد سي او بي بتاعتك طيب ايه ولا طيب بي تقول له ايه؟ الاثنين. بس شطارتك بقى ومجهودك في حاجه. انت ليه اسماء قلتي عنده الاثنين؟ ليه قلت هتعمل ايه كده؟ دكاتره الله يبارك لكم ليه قلت الاثنين؟ ده دورك بقى تقول ايه؟ انا قلت يا دكتور ان هو طيب بي اصلا عنده سيكروبيزيه يعني كرونيك اوبستراكتيف اير واي. يا دكتور ده حصل له سيروسس. يا دكتور ده عنده كوربرمونال. طب انت ليه قلت ايه؟ يا دكتور المريض جه اصلا في صوره ديسنيا. يا دكتور المريض قدام ها ديسنيك اهو فهمتوني ولا لا؟ يا دكتور ده عنده هايبر انفليتد تشيست عنده انفيزيما. يبقى دايما كل المرضى بيجمعوا ليه يا اولاد؟ اي مريض سي او بي دي هيجي لك هو خليط من ايه؟ عرفتوا ليه لابوها دلوقتي؟ قال لك كل المرضى خلطبيطه بس خلاص احنا مش هنقول طيب دلوقتي نقول باصو فيسيولوجي. يبقى الباصو فيسيولوجي بتاعها بيشمل ايه؟ كورونيك اوبستراكت برونكايتس مع انفيزيما. اقول لكم حاجه حلوه قوي. دورك في الكلينيكال عشان تشخص حاله سي او بي دي انك تثبت انه عنده نارونج في الاير واي وانه عنده هايبر انفليتد تشيست. نارونج على مستوى البرونكيال تري، هايبر انفليشن على مستوى الالفيولاي. هايبر انفليشن هقول لكم كلمات اللي فاهم يقول لي فاهم. بارد شيب تشيست. هايبر انفليشن اهم كلمه ها انكروتشمنت اون بيد اير. هايبر انفليشن اقول لكم حاجه يا اولاد هايبر ريزونانت تشيست. زمانكم بيقول لي شورت كريكو سيرنال ديستنس. فاهمني ولا لا؟ دي كلها ادله على مين؟ طيب عايز ادله ان هو عنده نارنج في الاير واي، ان هو عنده كرونيك برونكايتس. عايز ويزز احسها واسمعها ويزز. فيزيكولار بريثنج وذ برونج اكسبيرت. صح. يبقى لو اثبتت الاثنين يبقى الحاله فيها ايه؟ طب بص ليه كمان؟ طب كلينيكال في الهيستوري سيمبتومز. كحه وبلغ. بلغ كميه صغيره. ملوش وضع، ملوش ايه؟ وراجل سنه كبير. معايا ولاد ولا لا؟ انا بدات رجله تورم وبطنه تتنفخ. وبدا يجيله ديسنيا. وهنا بقى صدره يزايد وهنا عنده ديسني. اتلخبطوا ولا لسه؟ دخلوا في بعض ولا لسه؟ اتفهمت؟ سهله دي الحته الرخمه اللي جاي كله كلام بقى ايه تسميع. يلا نسمع. كلينيكال بيكشر اوف سي او بي دي. عندي سيمبتومز وعندي ساينز والساينز جنرال ولوكال. السيمبتومز اول حاجه تايب اوف بيشنت راجل ولا ست؟ مع كل الاسف والالم والسن كبير والهابت نيم سموكر والاوكيبيشن قد يكون فيها اريتيشن وقد يكون الريزدنس كان فيه اريتيشن. ده التايب اوف بيشن. بدا يشتكي من كحه وبلغ سمول ان اماونت سكانتي ميوكويد اودر ليس وزاوت سيرم بوزيشن. مرات لونها يصفر وترجع تاني بيض ميوكو بيرنت ميوكوي ميوكو بيرنت ميوكوي. بعد كده جاله ديسني او جاله بيرزستنت ويزز. اي مريض يجتمع عنده رباعيه دول فهو حاجه سيرم بوزيشن.
كاف اكسبكتوريشن ديسنيا برزيستنت تو ديز. رجليه ورمت وبطنه اتنفخت. قرب من الازرق ودخل في الريسبيراتوري فيلم. وارد. يالو تشست انفكشن كتير. ده هيستوري. دي السيمبتومز. فيها مشكلة؟ حد وقع مننا؟ جنرال اكزامينشن. ما حدش بص بالكتاب. دخلت اشوف الفايتال ساينز البالس. قولوا لي ثلاث حاجات او اربع حاجات. بالس اوف بارادوكسس شاطرة. بس مش هشرحها. اللي مش عاجبه ياخد على قفاه. اثنين. بيج بالس اوف فوليوم عشان هايبوكسيا. صح؟ ممكن يحصل سمول فوليوم؟ ممكن يحصل سمول فوليوم؟ لو دخل في كوربا المولار قلناها المره اللي فاتت ممكن يحصل له ايه؟ السي او دي من ضمن اسباب الايه؟ هايبوكسيا اسكيميا في القلب مش كده ولا لا؟ طيب تشوفوا الريسبيراتوري ريت تقول لي امال هنشوف ايه؟ طب الريسبيراتوري ريت ايه؟ ما هو ديسك يعني قدامها كلمه اسمها تاكلني البنت مش فارقه الكالر سايروزس مهم؟ قول يا دكتور بلو بلو يعني سايروزس يعني مش كده ولا لا؟ حصل يا ولاد ولا ايه؟ اللي جايه لقيت عينه منفخه واقيه يا جدع شحال كرونيك عنده بصيع كده يعمل كده فيرسنجلت عشان يشغل ايه؟ اكسسوري بص يزود الانتر بروكيا بريس لا دكاتره لقيت عنده كونجستد نيجاتيف كوربال مونيم الانفيزيما لوحدها تعمل كونجستد نيجاتيف استنى لقيت عنده لو ليمب ايدين يا ولاد لقيت عنده كلامين تقول لي لا يا بروكيتس يا معانا برونكوجينيك كاسس معايا ولا لا؟ لقيت عنده ليمب كريموس اشوك نوع عنده لقيت الليفر بتاعه توست لقيت الليفر بتاعه كبير واللارج وتندر لقيت معاه اسايتس وكبر يا ولاد حصل وانا دي حاجه كده ولا قديمه؟ قلت معاه على فكره اصل انت تقول لي ده الدكتور قعد يشرح السي او بي في الريكورد في اربع ساعات وانت قلتها لك ساعه انت بتتكلم اقسم بالله ما بتكلم مش عارفين انت عرفت طريقتي ولا ايه؟ ما انا عمال امهد عشان اليوم ده احنا على فكره ده دي الحصاله بتاعتنا هو اللي ماشي معايا كويس الدنيا حلوه ما قلتش كلمه كده كمل يا دكتور هنعمل لوكال اكزامينشن عملناها في اول محاضره والله العظيم عملناها في اول محاضره ما تنسوا راسكم خلاص انا بتكلم معاكم مش كده؟ شاطر انسبكشن شيب اوف ذا تشيست ماشي الزبالات ممكن واي لاتر اللي تشيست وول ولا حاجه سكين يعني تراكيه سنترال ايبكس ممكن تبقى ابسنت بالبالبيشن تراكيا سنتر نو تندرنس تي في اف ايكوال ان بوث سايدز بابا والويدس مايو كير ليمت ذا تشيست اكسبانشن باي بالبيشن بالكشن اسمع الجمله التاريخيه هايبر ريزونانت تشيست وذ انكروتشمنت اون بيت اريا اند اون هيباتيك بابلز سجل تاريخي كير ان بي ايكوال ان بوث سايدز فيزيكولار بريتنج وذ هرمون اكسبيريشن برونكاي اون اوفر ذا تشيست مينلي اكسبيرال ريتشيرجد باي كاف سيبلانت اند سونيز ايكوال فوكال ريزونانس ايش تمام والله تمام اهو كومبليكيشنز اقسم بالله سؤال اقسم بالله العلي العظيم سؤال كومبليكيشنز في كومبليكيشنز لوكال وسيستميك لوكال كومبليكيشنز تشيست انفكشن حد موافق؟ لوكال مش في سكريشن واي سكريشن في المناخ يحصل عليه انفكشن وبعدين في حاجه مش كل شويه اروح المستشفى ياخد جلسات وبتاع انفكشن صح ولا لا؟ نيوموسوركس حد يشرحها لي يا دكتور شايفه قد ايه؟ هي لما بتكبر كده الوول بتاعها يبقى ايه؟ فين؟ فممكن ترابشر في مين؟ ولما ترابشر تعمل حاجه اسمها سكوفين ستيموس. طيب دكتور ممكن على فكره يحصل له اوبستراكشن في الايروي لو في حته ميوب انا تعرفين اكتر نصيحه بنصحها الناس دول اشرب سوائل كتير اشرب ميه كتير عشان يبقى الاسبيوتامين خفيف هو ما يشربش ميه اصبح السكريشن بتاعه طيب ريسبيراتوري فيلير وارد ولا لا؟ طبعا يعني من اكثر المرضى بيعمل ريسبيراتوري فيلير مرضى السي او بي دي يحصل له رايت سايد هارت فيلر موافقين؟ طيب ويحصل له ليفت سايد هارت فيلر ده انا هنا واقفه هو رايت سايد مفهومه صح؟ عشان كوربر مونيل ليه بيحصل كوربر مونيل؟ الهايبوكس وفي حاجه ثانيه ركزوا معايا مش دلوقتي يا ولاد البرموندري ترانك اهو من الناحيه اليمين كده بيجي هنا يدي برانشات كتير قوي
وهنا عندي اللنج بقى فيها انفيزيما وفيها انفيزيما وانا عندي رابشر لبعض الالفيولاي. ركزت اللي انا هقوله ده. هو لما الالفيولاي رابشرت مع البلوت فيزس اللي جنبها كمان ايه رابشر. فهمتوني ولا لا؟ يبقى الفاسكولار بيت زادت ولا قلت؟ قل. اصبح البريشر على الحته دي عالي. يبقى انا قفلت يبقى فرقعت ده وفرقعت ده وفرقعت ده. بدل ما كنت بصب في 20 ارتريول بقيت اصب في 10. يبقى اللود على البلمونري ذات نفسه عامل ايه؟ فاهمين دي ولا لا؟ يعني يقول لك ايه؟ decrease the vascular bed by emphysema. انت مش فاهمها مكتوبه. الفاسكولار بيت بتاعتنا اتدمرت. بقت الالفيولاي دايليتد وضغط على كل اللي حواليها ما بقاش في بلاد فيزلز باينه. اصبح اللود زياده على البلمونري بلمونري هايبرتنشن وكور بلمونري. يعني فكره الرايت سايد اب فيلر وارده ولا لا؟ جدا. بس السؤال بقى العكسي اقسم بالله سؤال. ليفت سايد هارت فيلر ان سي او بي دي سؤال ومشهور كمان. هل ممكن يحصل ليفت سايد هارت فيلر؟ لما سفروا كده عكسي ما تكون عربية خالص انت عكسي الدنيا. انا بقول لك مذاكره مذاكره ماشي. بص يا بيحصل ليفت سايد هارت فيلر بخمس ست ميكانيزمات. الاول اسوشيتد كونديشن زي اسكيميك هارت ديزيز مثلا. وعلى فكره منطقيه مش اللي فان ده بيشرب سجاير؟ ما هو السجاير اللي عملت سي او بي دي عملت اسوسكلوروسيس وعملت اسكيميك هارت. وحد منكم ذاكر اسكيميك هارت؟ هو الاسكيميا محدش بيسمع الكلام يعني. هو الاسكيميا الاسكيميا بتحصل في الرايت ولا في الليفت؟ في الاثنين بس مين اكتر؟ لان الليفت ثيك وول ففرصه الاسكيميا فيه تبقى ايه؟ اظبط لي بس الحاجات مع بعض. هو عنده سي او بي دي بيشرب سجاير. نفس السجاير دي بتعمل اسوسكلوروسيس. هذا الاسوسكلوروسيس اثر على الليفت سايد وعمل ليفت سايد هارت فيلير. يبقى اسوشيتد ليفت سايد هارت فيلير يو تو اسكيميا وتش از كومن فيري كومن فيري كومن. عشان كده عنده ايه؟ هو عنده سي او بي دي بس في نفس الوقت معاه بياخد ادويه الاسكيميك هارت. فهمتوني ولا لا؟ وده كومن جدا. الحاجه الثانيه اللي بيشربوا سجاير دمهم تقيل. الهايبوكسيا ستيميليتد الكتروبويد اللي عندهم بوليسايسيميا. ولا بيحصل عندي بوليسايسيميا؟ بص في في مليون مشكله في البوليسايسيميا. دمه تقيل يرفع الضغط يعمل ليفت سايد هارت فيلر. دمه تقيل مش عارف يمشي جوه الكورونري كويس يعني سكيميك هارت. فهمتوني ولا لا؟ الدم اصلا مش عارف يغذي الدنيا. خد دي كمان. مش الناس يا ولاد اللي عندهم سي او بي دي ممكن يحصل لهم احيانا سي او 2 ريتنشن هايبر كابني وده اسمه اسيدوزس. شو اسمه اسيدوزس؟ خدناه المره اللي فاتت. ريسبيراتوري اسيدوزس. اسيدوزس سبريس مايوكارديال كونتراكتيفيتي. الاسيدوز اصلا الالكترونات كده ناخدها في وقتها بتقف على المايوكارديا ما اعرفش يشتغل. يعني ممكن الاسيدوزس لوحدها تعمل سبريشن للهارت وتعمل هارت فيلر رايت ليفت. هايبوكسيا انترفير وذ اكشن اوف هارت. هو القلب عشان يشتغل مش لازم يتغذى. الكورونري ده يا ولاد الكورونري ده محتاج دم. هو محتاج دم عشان الهيموجلوبين والهيموجلوبين بيشيل اوكسجين. طبعا عندي هايبوكسيا. هو الدم ماشي بس الكواليتي بتاعته ايه؟ مش انا يهمني الكوانتيتي والكواليتي. هو في برفيوجن بس الكواليتي بتاعته ايه؟ فبالتالي الهايبوكسيا ممكن تعمل ليف سايد اوف فيجر. على فكره الكلام سهل يا ولاد. ممكن يكون اسوشيتد اسكيميك هارت. ممكن يكون في بوليسايسيميا، ممكن الاسيدوز، ممكن الهايبوكسيا. بص اللي جايه دي بس لازم اجيبها من الاول. لما حد يا ولاد يحصل له هايبر تنشن، بصوا الحته دي عشان اللي مش عارفها، اللي عارفها اوكي اللي مش عارفها يركز. واحد عنده هايبر تنشن بقاله زمن. الهايبر تنشن سيستميك هايبر تنشن يعمل ايه في الليفت فنتركل؟ يعمل فيه اسمع الكلمه كونسنتريك هايبرتروفي. يعني يحصل فيه ثيجمنت كده، يقعد يدخل يدخل يدخل. والسيستم ده يدخل يعمل بالج جوه الكافتي بتاع الرايت، انترفير وسفيلنج اوف رايت. دي اسمها برنهايم افكت. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ يا ولاد معايا شايف زول من الليفت للرايت ازاي ظلمه؟ ازاي ظلمه؟ ان هو سخن سخن على حساب مين؟ او بالي الكابت بتاع الرايت ايه؟ ودي اسمها برنهايم افكت. اسمها ايه؟ واحد عنده سي او بي دي وحصل له بالمونري هايبرتنشن. البريشر هنا عمل ايه؟ يا نهار اسود عمل ايه؟ عمل ايه في الرايت فنتري؟ كونسنتريك هايبرتنشن. شايف الرايت لما ظلم الليفت؟ عايز اسميها اسم ريفرس برنهايم. حد فاهم حاجه؟ ما هو برنهايم؟ لونج ستاندنج ليفت سايد اوف هارت فيلير كونسنتريك هايبرتروفي اوف ليفت فنتريكل اند سيتر بالجنج انسايد ذا كابيتال اوف رايت اسمها برنهايم.
معه ريفرسال برنهايم لونج ستاندنج سي او بي دي بالمونري هايبرتنشن من هايبوكسيا كونسنتريك هايبرتروفي اوف رايت فنتريكل انسيتا بولجنج انسايد ذا كافيتي اوف ليفت يبقى اسمها ريفرسال برنهايم. سؤال بالفول مارك يا ابني هو مرض السي او بي دي يحصل له سبب كده؟ تقول له يحصل له رايت كوربر مونري يحصل له ليفت بقى؟ ازاي؟ Associated ischemic heart disease. Acidosis. Hypoxia. Polycythemia. Reversal. في حاجة تانية دول كفاية احفظ لي خمسة ستة. فهمتوني ولا لا؟ مكتوبين عندنا في الكتاب وكل كتب النظر يا أعتقد يعني. ما عدتش عليكم قبل كده. مشكلة؟ مشكلة بين الدفعات كلها كان زمان إيه؟ كان زمان هو الدكتور واحد بيدي كذا والدكتور واحد بيدي كذا فتلاقي كل الناس تاخد مع ده والناس مع فكله كان ماشي في سيستم واحد. دلوقتي ايه كل واحد ماشي من دماغه. انا بحاول المهم عارفين يعني المهم اقول لكم ذاكروا كذا اعملوا كذا اعملوا كذا اعملوا كذا عشان الحاجه تخلص. اصل الواحد لو سابك لنفسك ومع ذلك برضه انت مش ماشي معايا ما ذاكرتوش السكيما كارت ديزيز. طب وصول شاطر طب ماشيين بسيستم تاني مثلا يعني في سيستم ماشي يعني اهم حاجه ماشي يعني انا مش لازم تمشي معايا بس تمشي بسيستم ولا سيستم خالص مسقطين سيستم ما بتعملوا ليه؟ طيب كومبليكيشنز اوف سي او بي دي رايت سايد ليفت سايد هارت فيلر عايز حد يشرح لي الكومبليكيشن دي ريتروسايتوزس خلاص ثرومبوبوليزم مش ده موتيف يحصل له جلطات فايبر فيسكوس يحصل له جلطات سهله. طيب هايبوكسيا بتعمل دايلاتيشن للجلوميرولار كابيلاريز وتعمل بروتينوريا. هايبوكسيا على مستوى الكليه بتيجي في جوه هناخدها بالتفصيل في وقتها بس لما ناخدها جوه الجلوميرولار كده في جوه الجلوميرولاي بتاعه النفروس في كابيلاريز توسع هتبدا ترشح بروتينات كتير فيحصل له بروتينوريا يعني بروتينوريا ماي اوكير مكتوب من ضمن الكومبليكيشن. Salt and water retention. ليه؟ Respiratory acidosis compensated by metabolic alkalosis, sodium bicarbonate retention. يعني ميه وملح retention ودي بتعمل ايه؟ دي على فكره دي من ضمن اسباب اللور ليبيديا في مرض الشست ودي من ضمن اسباب الهارت فيلر في مرض الشست تمشي. Salt قلناها المره اللي فاتت. Salt and water retention. من ضمن الكومبليكيشنز بيبتيك ألسر. دي فايتاليزيشن اوف جاستريك ميكوزا ازاي؟ الغذاء بيجي للسمك من بره لجوه واخد بالك؟ لما يكون عندي هايبوكسيا اقل طبقه بيوصل لها اوكسجين هي الميكوزا ميكوزا وبالتالي يحصل دي فايتاليزيشن يعني مش عارف دي فايتاليزيشن يعني مفيش غذاء عارف يوصل للميكوزا كويس فتؤدي الى بيبتيك ألسر يبقى دي كومبليكيشن صاحب صم سؤال مهم كومبليكيشنز اوف سي او بي دي كل واحد على الاقل بحفظ له 10. بيبتكاسر دي فايتاليزيشن اوف جاستريك ميكوزا. سولت اند ووتر ريتنشن اسيد بيز ديستربنس. بروتينوريا باز ريتنشن في الجلوميرولار كابيلاريز. كل حاجه الميكانيزم بس اللي عارف شويه حاجات. يا ولاد عايز رايكم بس ما يعني نقولها مع بعض وبعدين نبص في الكتاب. عايزك تعدد لي خمسه او سته انفستيجيشنز لحاله سي او بي دي. واحد تست اكس راي، اثنين اي بي جي، ها ثلاثه سبايرومتري بالمونري فانكشن ودي اهم حاجه اربعه اعمل سبيوتم اناليز ده سي بي سي مش كده يا ولاد؟ اعمل اي سي جي وايكو شاطرين حلو قوي عايزك تركز على كلمتين اكس راي وبالمونري فانكشن. الاكس راي هناخدها تفصيلا بس لغايه لما ناخدها اتعلمتك حاجه لغايه لما ناخدها انا عايز السطوره دي اعملها ها لغايه لما ناخدها اتعلم الاكس بص يا دكتور هتلاقي اللنج بتاعتنا كبيره كده اللنج كبيره مش الهواء زياده اللنج الكبيره والهواء زياده الهواء بقى لونه اسود في الاشعه بما ان الهواء بقى زياده فالسواد بقى زياده السواد الزياده اسمه ايه؟ هايبر ترانسليوسنت لنج هايبر زياده ترانسليوسنسي اللي هي السواد الهواء اصبح الهواء زياده يعني الاشعه بتاعتك هي سوداء بس دي اسود لان الهواء بقى ايه؟ تعرف زي كلمة هايبر ريزونانس، ما هو لانج ريزونانس بس هنا بقت ايه هايبر، فهي هايبر ترانسليوسنت لانج. بس البلاد فيتس اللي جواها باينة اكزاجريتد. أصل أنا حصل ثيكنج في البرونكاي، حصل ولا لا؟ مش في بري برونكال فايبروزس فعمل فيها ثيكنج، هذا الثيكنج خلاها تبقى كبيرة فبقى في عندي اكزاجريتد برونكو باسكولار ماركت. مش كده وبس.
بقى عندي لو فلات ديافرام. المفروض الديافرام الطبيعي بعمل كده. هنا بقى نازل تحت بقى فلات مش كونفكس كده. بقى عندي ترانزفيرس ريبس وايد سبيسز. يعني عايز اقولها بكلمات هايبر ترانسلوسنت لانج اكزاجيريتد برونكو فاسكولار ماركينج لو فلات ديافرام ترانزفيرس ريبس وايد انتركوستال سبيسز والرجل الذي فقد قلبه. الان المفروض يبقى عامل ايه؟ يبقى دي منظر كده كونتور. هنا القلب عامل زي الشريط. قال لك ريبون شيب ذا هارت. فين القلب يا ولد؟ متغطي. مين اللي مغطيه؟ اللاند غطيته مش ده الكروشمنت اون بير اريا. بلغه الراديولوجي اسمها ريبون. ريبون يعني شريط. ريبون شيب ذا هارت. الرجل الذي فقد قلبه. فين قلبه؟ هو قلب موجود بس ايه؟ متغطي عليه. فاهمينها ولا صعبه؟ يعني بدل ما يبقى عامل كده نمشي كده وبتاع وخارج بالمنظر ده، لا بقى نازل كده. فقال لك ريبون شيب ذا هارت. يبقى المواصفات تاني هايبر ترانسلوسنت لانج ويز اكزاجيريتد برونكوفاسكولار ماركينج لو فلات ديافرام ترانزفيرس ريبس وايد سبيسز ويز ريبون شيب ذا هارت. يبقى ده منظر الانفيزيما. طبعا السي تي جاب لك نفس الكلام ده. الاي بي جي ممكن الاقي هايبوكسيا هايبوكسيا هايبر كاميا. سي بي سي اريثروسايتوزس او بوليسايسيميا. هي اريثروسايتوز هي سكندري بوليسايسيميا يعني زياده الار بي سي فقط. الاي سي جي والايكو عشان لو رايت فنتريكل كابل او احيانا يحصل لفت مش كده؟ بالمونري فانكشن هي اهم حاجه. ممكن اسال وتردوا عليا؟ هستخدم جهاز اسمه ايه؟ حلو قوي. اخبار الفورس فايتال كاباسيتي نورمال او قليل سايز؟ الفورس اكسبيراتوري فوليوم 1 قليل. التايم فايتال كاباسيتي اقل عن 70% ولما ادي برونكو دايركتور يتحسن بس اقل من 15%. وده كلام سهل اوكي؟ فاضل كلمتين. في حاجه اسمها ريزيدوال فوليوم. هو كميه الهواء اللي موجوده في اللنج بعد الديب اكسبيريشن. هو انت يا دكتور بعد ما خرج الهواء اللي عندك كله هل اللنج فاضل؟ المفروض عليا. فاضل ولا لا؟ لا السيل فيها هواء اسمه ريزيدوال فوليوم بيتحسب بهيليوم كده بطريقه معقده مش موضوعنا. اخباره ايه مع الانفيزيما مع السي او اي؟ يبقى ريزيدوال فوليوم يبقى ايه؟ يبقى الهواء المتبقي في اللنج بعد الديب اكسبيريشن عشان عندي انفيزيما يعني الفوليوم بتاع اللنج بقى ايه؟ طب باي واي الريزيدوال فوليوم في الفايبروز والكولابس ضايع قليل لكن هنا يبقى ايه يا ولاد؟ عادي. دي حاجه. ازاي نختبر الديفيوزابيلتي؟ كربون مونوكسيد سي او ترانسفير بريد يا ولاد سهله جدا. خليه يشم سي او. ده غاز يتميز ان هو الديفيوجن بتاعه عالي قوي عشان منبول واستقبله في الدم. عشان منبول واستقبل عليه الدم اللي اشمه هنا الاقيه موجود في الدم بنسبه معينه. اخبار الديفيوجن ايه مع الانفيزيما؟ مش سيرفس اريا. يبقى الديفيوجن بقى ايه؟ حلو كده؟ فيقول لك ديكريس سي او ترانسفير فاكتور. ديكريس سي او ترانسفير فاهمني ولا لا؟ سهله؟ يبقى انا عندي خلل في الفنتليشن وعندي خلل كمان في الايه؟ في الديفيوجن. ما انا عندي الحاله ميكس قلت لك كل الحالات هتبقى اوبستراكشن وكمان معاها انفيزيما. ايه رايكم يا اولاد؟ المريض ده لو عملت له الفا 1 انتي تريبسن اعمله اذا شكيت ان الحاله فيها برايمري انفيزيما. سهله. دي الانفستيجيشنز. تعلمني على كلمتين تشيست اكس راي وبالمونري فانكشن. واهم انفستيجيشن شرحناها هي البالمونري فانكشن. وعلى فكره لو في الاشعه هناخده بالتفصيل تاني مع الراديولوجي ان شاء الله. تريتمنت عشان تعالج اي حاله سي او بي دي عندك خمس عمليات. واحد جنرال، اثنين سيمتوماتيك، ثلاثه تريت الكومبليكيشنز، اربعه لونج تيرم اوكسجين ثيرابي ده اهم حاجه، وطبعا ترانسبلانتيشن. جنرال تريتمنت افويد سموكينج جميع التدخين. خليه يعزل من المكان اللي فيه بوليوشن. غير الوظيفه بتاعته لو كان بيتعرض فيها الاريتيشن. اديله فاكسينيشن ضد الكابسوليتد اورجانيزم النيوموكوكاي. اديله السيزونال انفلونزا فاكسينيشن كل سنه. انا بحميه. ده اسمه جنرال كير. سيمتوماتيك اديله ميوكوليتيك واكسبكتورال. ارجوك يا عندي قاعده عايز اقولها. ما تديش انتي تصل لاي حد عنده برودكتيف كفر. مفيش حاجه اسمها دي دواء كحه مهدد السعال ده غلط. والمكتوب على علبه الدواء مهدد السعال وطارد البلغم ترميه في الزباله. ما هو يا مهدد السعال وطارد البلغم. فهمتوا حاجه ولا لا؟ انا هديله ميوكوليتيك واكسبكتورنت. مين يقول لي اشهر اشهر ميوكوليتيك واكسبكتورنت؟ ميوكوليتيك واكسبكتورنت.
10 مليون كل اتجاه يا ولاد دول انتوا ده بتوع كام يا ولاد انا طبيعي يقول يديله فلوس يشرب ميه يشرب ميه ميه المكان بجد والله يشرب سوائل يا ولاد والله العظيم 10 مليون كل اتجاه فلوس استاذ السيد ده ظهر فجاه مع كورونا طيب ال هتديله ميوكوليت تديله بروكو انا بسالكم بجد انا بتناقش معاكم والله يا ولاد اصلا مش عارف كده اديله بروكو ده ليترو اديله بس انا بعرف من قرارات نفسي ايه لا يعني مش هيتحسن الواو بقى يعني ما تقولش اصل التزييقه موجوده ما هي تفضل موجوده اصلا هيدوني ولا لا نديله يا ولاد هنديله برونكو ده ليترو بس البرونكو ده هيدور ده بعرف ان النتيجه مش قوي مش هتيجي النتيجه لا طبعا لو كان ازمات البروكاسي دي نتيجه حلوه لكن في الاساس السي او دي طب ايه احسن برونكو دايليتور اسمعوا بقى الكلمه دي عشان دي جديده عليكم في دواء انهاليشن كده اسمه ابراتروبيوم عارفينه العفاريت لا اتروبيك هو الاتروبيك اصلا برس الباسوليتك ده برونكو دايليتور بس مشكله اتروبيك بيعمل فيجيت سيكريشن طلعوا منه بريباريشن اسمه ابراتروبيوم برومايد له نفس البرونكو دايليتور اكشن وداوت فيجيت سيكريشن في الصيدليه اسمه اتروبيد بيتحط على جهاز النوبلايزر سحر رائع ده احسن دواء طبعا الامينو فيلين ينفع طيب سؤال انا باخد رايك تدوا كورتيزون تقول لي ايه الميزه بتاعته على فكره بروكو دايت وبيقلل الهيمو والانفلاميشن والفايبروز رائع بس في مشكله هو كارديوتر هو اصلا ايه لو اديته هديه ان ريزيستنت كيسز او لحالات الازمات البرونكايتس هدي سمول دوز فور شورت ديوريشن سمول دوز فور شورت ديوريشن فاهمين دي ولا ايه يا اولاد؟ هو الاسترويد حلو بصراحه انا بستخدمه لو الحاله ايه مع اقربه ومن جايبه نتيجه دي كانت انفلاماتوري قال فايبروز شويه يمنع حدوث الفايبروز اصلا هدي نتيجه حلوه العيان بيريحه لكن انا خايف من الانفكشن انا خايف من سبوت اند ووتر ريتنشن والهارت فيلير مش هو اولاد بيحصل له رايت وبيحصل له ليفت مش من ضمن البريسبتيتنج فاكتورز فور هارت فيلير ياتروجينيك ستيرويدز عشان كده الموضوع يبقى ايه؟ لازم تبقى ملاحظه ومتابعه معاه كويس مش تديله بقى تديله سنه ستيرويدز يجي لك بعد كده بايت دريك ولا فيجر ما ينفعش مش كده تريت كومبليكيشنز عايز كلمات دخل في ريسبيراتوري فيجر اديله اكسجين وحطه على الفنتريتور لو احتاجنا دخل في كور بالمونال ريست سولت ريستريكشن دايوريتكس دخل في اريثروسايتوزس ديني سكشن ناخد منه دم ونديله بلازما حاجه اسمها بلازما اكسباندر اكستراكت انا باخد منه دم واخففه له ما انت لو خدت دم وخلاص ما عملناش حاجه ما انت بتاخد دم ار بي سي وبلازما وانت باخد ار بي سي بس يبقى لازم اديله بلازما اكسباندر حاجه اسمها اكستراكت يبقى انا باخد دم من هنا وبعوضه له بحيث ان اخلي دمه خفيف عشان ما يحصلش جلطات اهم علاج يا اولاد هو لونج تيرم اوكسجين ثيرابي لاحظتوا معايا ان تايب ايه وتايب بي الاثنين فيهم هيبوكسيد خلاص يبقى الاوكسجين ثيرابي هو اهم علاج ولو جالك في الام سي كيو تريتمنت اوف تشويس هو لونج تيرم اوكسجين ثيرابي اسمه ال توت او دوموسيلياري اوكسجين يعني هوم اوكسجين في البيت بنجيب له صاله اكسجين على فكره كانت مرميه ومحدش كان مشتريها دلوقتي ما تلاقيش بقينا عارفين مفيد كل حاجه ما عندوش حاجه حتى مخزن اسطوانه كده احتياطي فاهميني ولا لا؟ وعلى فكره اللي بيخزن اسطوانه بيحصل المهم يا ولاد اسطوانه الاكسجين دي تبقى عنده في البيت ويتحط عليها معظم النهار ممكن 16 ساعه في اليوم وطبعا الاعمار بتاعت ربنا بس الحاجه الوحيده اللي تحسن الكواليتي اوف لايف والاكسبكتنسي اوف لايف في مرضى السي او بي دي اولاد هو اللونج تيرم اوكسجين ثيرابي بيتحسب كده بمنظم حاجه اسمها فينتوري بطريقه معينه بيفضل ماشي على اوكسجين ثيرابي ده احسن حاجه تحسن العيان ده طبعا الحل الوحيد المرض الريفرسبل هو لانج هارت ترانسبلانتيشن تقول لي لانج ماشي هارت ليه؟ فكر واحد عنده سي او بي ما دخلش في كوبر معايا بعدين طالع بقى العرش كده على بعضها وبعدين هو فين اصلا الكلام ده؟ ده حلم يعني انتوا عارفين الليفر ترانسبلانتيشن كتير الرينال ده من زمان يعني لكن اللانج والهارت الموضوع لسه ايه؟ في كلام كتير ولسه بدري عليه لكن ده حلم طبعا الناس دول خلاص بس اللانج مش نافعه واكيد القلب كمان مش نافع فلابد ان هو طبعا عمليه كبيره مش هتعمل عندنا لسه قدامنا 50 سنه ولا 100 سنه ولا حاجه فهمتوني ولا لكن ده حلم السي او بي دي ده كل حاجه هتروح تذاكرها يا اما من الكتاب ده يا اما من كتاب النظر ذاكرها من كتاب النظر عشان تكون انت في الامان تشعر بالامان مش هتلاقي كلمه ما قلناهاش اخلص منها وذاكرها النهارده خلاص